رجعنا لكم مرة تانية، ويعني معانا فقرة الحقيقة ممتعة جدا بالنسبة لي. وتعالوا كده نرجع مع بعض على يعني بالتاريخ، ونحكي حكاية لطيفة جدا، وهي عن القائد جوهر إصقلي اللي بدأ في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية، وده كان بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي. وده كان سنة كام؟ سنة 969 ميلادية. وبقى اليوم ده عيد قومي لمحافظة القاهرة، ومن ساعتها أطلق عليها اسم المنصورية. ولما وصل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى مصر ودخل المدينة الجديدة سماها القاهرة، واتقال إن السبب في تسميتها بالاسم ده هو تبركا بالكوكب القاهر المعروف باسم كوكب المريخ، وده القول خلينا نقول الأكثر شيوعا بين الناس. طيب فعلا شوارع العاصمة وجدرانها بتحكي تاريخ شعب مصر وحضارته العريقة اللي أثرت البشرية على مر العصور، فهي من أكثر المدن تنوعا ثقافيا وحضاريا، وبتعتبر الحقيقة متحف مفتوح بيضم آثار بقى فرعونية ويونانية رومانية قبطية وإسلامية. بيعود طبعا تاريخ المدينة لنشأة مدينة أون الفرعونية أو هليوبلس، اللي هي منطقة إيه دلوقتي يا جماعة؟ تخيلوا، منطقة عين شمس حاليا. تعالوا نتعرف كده على كل التفاصيل مع ضيفنا اللي منورني النهاردة، الكاتب الصحفي حسام زيدان الباحث في شؤون الآثار الإسلامية. صباح الفل على حضرتك، وسعيدة بوجودك معايا النهاردة. عاوزين نعرف في البداية كده، يمكن الناس دايما بتسأل، وإحنا دايما شعب بنحب نعرف التاريخ وأصوله حكاياته مواضيعه كواليسه، فعاوزين نعرف سبب تسمية محافظة القاهرة بهذا الاسم. والحقيقة القاهرة هنقول 17 شعبان 358 هجرية 6 يوليو 969 ميلادية بدأ جوهر الصقلبي أو الصقلي بإنشاء هذه المدينة. الحقيقة أن جوهر الصقلي كان واخد دعم شديد جدا من الدولة الفاطمية، طبعا بقيادة المعز لدين الله الفاطمي، ان هو ينشئ عاصمة مستقلة عن العواصم الثلاث التي سبقت القاهرة. عندنا ثلاث عواصم قبل القاهرة: الفسطاط، العسكر، القطائع، ثم القاهرة، واللي حظيت بعناية كل من حكم مصر حتى الآن. يعني احنا لو كلمنا عن التطور العمراني للقاهرة هنلاقي ان هي من بعد الفاطميين جه صلاح الدين، ثم المماليك، ثم العثمانيين، ثم محمد علي والخديوي اسماعيل، حتى الرؤساء الجمهوريه كله بيعتني بالقاهره وبعمرانها وبايه؟ وبتطويرها. الحقيقه ان اللي اطلق اسم القاهره عليها هو المعز لدين الله الفاطمي، لمتانه اسوارها وحصونها وعظم قصورها وفخامه مبانيها. مش عشان يعني الروايه اللي هي الكوكب اللي هي القاهر الكوكب المريخ او المريخ، هي رواية يعني رواية لكنها ولكن ضعيفة، مش مؤكدة يعني. أما الرواية اللي من وجهة نظر حضرتك أو اللي كتب التاريخ بتقولها المؤكدة إيه هي؟ هو المعز لدين الله الفاطمي لما كان هو اعتنى بجوهر الصقلي بقى من بدايات، يعني جوهر الصقلي كان مولى المعز لدين الله الفاطمي، وكان كلفه بالقضاء على ثورة كانت في الدولة الفاطمية ناحية الغرب في المغرب العربي يعني، وكان مرض، يعني جوهر الصقلي كان مرض شديد تعب. فوقف الخليفه الفاطمي وقال والله ايه، لا يشفين الله جوهرا ولا يدخلن مصر ولا يبني عاصمه تقهر الاعداء. ده دعا على خرائب ايه؟ يعني على خرائب. كان في ساعتها عاصمه احمد بن طولون القطائع كانت مهدمه بشكل كبير، فقال كده، دي كلمته يعني. فيبدو ان الاسم كان موجود اصلا قبل حتى من ايه، ما نخش او ما يجي جوهر الصقلي الى مصر. الحقيقه هو بنى عاصمه ضخمه، هي نقدر نقول عليها كانت كومباوند ملكي، عاصمه مغلقه، دي لاول مره في العصر الاسلامي. احنا عندنا العواصم الثلاثه اللي هي الفسطاط والعسكر والقطائع، 21 هجريه، 133 هجريه، 256 هجريه. ليه بنوا عاصمه جديده بقى في ظل وجود ثلاث عواصم؟ خدي بالك، الثلاث عواصم بدون اسوار، بدون يعني اسوار، فسطاط والعسكر والقطائع، يعني نقدر نقول ما كانوش محميين، مش محتاجين حمايه. لان كان جوهر الصقلي جاي بفكر جديد، هي الدوله الفاطميه دوله شيعيه، واهل مصر اهل سنه، ده رقم واحد. رقم اثنين، دوله فاطميه لها اعداء كتير، منهم القرامطه ومنهم الخلافه العباسيه نفسها. مظبوط. فهو محتاج يعمل ايه؟ يعمل حصن عشان هو مختلف. هو حصن، مدينه حصن. لذلك هو عمل أربع أسوار كيلو في كيلو، والأسوار دي محمية بأبواب ضخمة. تمام. المقريزي بيحكي عن أسوار القاهرة بيقول إن كان السور من ضخامته يمشي عليه اتنين فرسان بحصانتهم يعني.
وغير مسموح بالدخول لأي حد إلا الخليفة وحاشيته وجيشه. فإحنا نقدر نقول إن هو كان كومباوند ملكي. المصريين ساكنين فين؟ ساكنين في العواصم القديمة، الفسطاط والعسكر والقطائع. اللي حابب منهم يدخل القاهرة بتصريح يكون مسجل على الباب. القاهرة يعني كانت وقتها مش للسكان، للخليفة وجنوده وجيشه وأتباعه والناس اللي جت معاه. تمام، مصورة ومعمولة بس للخليفة وأتباعه. لذلك حتى أسماء شوارع القاهرة كلها يعني مثلا لاقي إيه، باب زويلة دي قبيلة جت من القبائل اللي جت مع جوهر الصقلابي. حارة الروم الجوانية والبرانية برضو دي ناس جم مع جوهر الصقلابي وهكذا. فالحقيقة أن كان بناء ضخم منيف. لذلك هو أول ما دخل المعز بقى جه بعد 4 سنين من بناء 358 جه 362 فقال إيه، هذه هي القاهرة، يعني تقهر الإيه، تقهر الأعداء. طوال العصر الفاطمي زي ما قلنا كانت مدينة مغلقة على الفاطميين. الحقيقة أن جوهر كان ليه وجهة نظر، هو ما كانش عايز يفاجئ المصريين. طبعا هي حماية ما فيش كلام، وفي نفس الوقت مش ما كانش عايز يفاجئ المصريين بالعادات الشيعية المختلفة عليهم في سواء في الأذان أو في الصلوات أو في غيره وغيره. للأمانة الشعب المصري ما تقبلش المذهب الشيعي بشكل كبير او بشكل كبير جدا. لذلك لما جه صلاح الدين الايوبي قدر بسهوله ان هو يقضي على الحكم الايه، على الحكم الفاطمي او على المذهب الايه، مذهب الشيعي، بنشر المدارس وكلام من ده يعني. وكانت اول توسيعه للقاهره على ايد صلاح الدين الايوبي. عمل ايه صلاح الدين؟ بنى القلعه فوق مقطم، فوق جبل المقطم، ووسع السور بحيث ان هو يشمل كل العواصم. يعني القاهرة بس اللي كان حواليها سور، لا تمام. هو وسع السور عشان يشمل الأربع، هيدخل بقى الفسطاط. الفسطاط اللي احنا نقول عليها دلوقتي ايه، مصر القديمة. مصر القديمة ولسه فيها مدينة اسمها مدينة فسطاط بالفعل. والعسكر اللي احنا دلوقتي بنقول عليها ايه، المنطقة بتاعت سور مجرى العيون. دي العسكر، دي العسكر، عسكر اللي انشأها العباسيين. طولون اللي هي القطائع، الدولة الطولونية، انشأت احمد بن طولون انشأ القطائع اللي هي عاصمة الدولة الطولونية اللي هي دلوقتي منطقة احمد بن طولون والسيدة زينب والكلام ده. فكل ده اصبح بقى القاهرة. يبقى القاهرة الصغيرة دي اللي هي كانت مقتصرة على شارع المعز والمنطقه المحيطه بيه، فبقت اوسع بكتير. دي اول توسعه حصلت. بس هو دخل فيها وقتها الفسطاط، فسطاط والعسكر والقطائع، والعسكر والقطائع. تمام. وهنا الابواب كترت يعني. كان عندنا 8 ابواب للقاهره في العصر الفاطمي. كل ضلع. ومع ظهور صلاح الدين ابتدى برضو المذهب بتاع جوهر الصقلي موجود ولا يعني يختفي تدريجيا؟ لان لم يتشيع المصريون. نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلمة الشهيرة، نحن أهل السنة مذهبا شيعين الهوى، يعني إحنا هوانا كله مع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة. تلاقي المصريين عاشقين لهذا. طبعا. تمام. ثم جت بقى الأبواب تضاعفت أيام صلاح الدين الأيوبي، زي باب الخلق اللي هو بعد كده، اللي هو كان باب الخرق، وباب الحديد اللي هو بعد كده من الرمسيس، وباب الشعرية اللي هو كان اللي هو لسه باب الشعرية. الحمد لله. تمام. تمام. فنلاقي إن الأسماء التاريخية لسه موجودة معانا. موجودة فعلا. عشان كده القاهرة التاريخية مسجلة يونسكو. طبعا. ولذلك حضرتك الكلمة اللي أنت قلتيها أن أسوار جدرانها وشوارعها يحكون تاريخا، ده صحيح. دي حقيقة فعلا. تعالي أنا وحضرتك كده والسادة المشاهدين نمشي في شوارع القاهرة التاريخية، هنلاقي كل اسم وليه حكاية. يعني شارع حبس الرحبة دي حكاية تاريخية. حبس الرحبة. حبس الرحبة. ده موجود فين الشارع ده؟ في منطقة الجمالية. منطقة الجمالية، الجمالية. كلها ليها حكاية الجمالية. يعني إحنا عندنا سياحة اسمها سياحة الشوارع. سياحه الشوارع. نمشي في الشارع معانا فوق كامل وكلهم معلقين سماعات ومايك، يا جماعه ده كذا كذا، ونحكي والناس تاريخ. والناس بتكون حابه ان هي تعرف حكاوي الشوارع دي. الشوارع جدا. صلاح الدين الايوبي لما بنى القلعه نقل اليها مقر الحكم. كان اول واحد حكم من القلعه اخوه كامل، وظلت القلعه هي مقر الحكم في مصر لغايه عصر الخديوي اسماعيل. حوالي 700 سنة. 700 سنة. حوالي 700 سنة. واحنا القلعة في العصر الأيوبي، ثم العصر المملوكي البحري، ثم العصر المملوكي الجركسي، ثم طوال العصر العثماني، ثم عصر أسرة محمد علي حتى الخديوي إسماعيل. نتكلم حوالي 1872 لما بنى قصر عابدين. أيوه. وهنا بقى قصر عابدين الموضوع مش موضوع قصر. الخديوي إسماعيل لما راح فرنسا وشاف المدن الحديثة
جاب معاه مهندس معماري اسمه هاوسمان وقال له هات كل الرجاله اللي انت محتاجهم معاك، انا عايز مدينه حديثه. تمام. وعمل القاهره الخديويه، دي كانت بقى الثالث توسعه. ثالث توسعه. اه القاهره الخديويه. القاهره الخديويه طبعا بميادينها اللي هو ميدان الاسماعيليه اللي بقى بعد كده ميدان التحرير والميادين المعروفه بتاعت القاهره الخديويه. لغايه ما بيجي البارون امبان من 1906 ل 1911. سريعا جدا استاذ حسين بقى عشان وقت فقرتنا وانا بصراحه والساده المشاهدين هيبقوا عاوزين يعرفوا بقيه الحكايه. ونعمل بقى حي مصر الايه؟ الجديده، ثم بعد ذلك مدينه نصر، ثم اكتوبر، ودلوقتي بنعمل العاصمه الاداريه الجديده، وهكذا التطور العمراني ولا طب شايف ايه بقى مشروع التطوير الحالي للقاهره التاريخية. سريعا جدا. مشروع عظيم جدا. أنجزنا فيه شوط كويس جدا في فترة ما اللي هو شارع المعز لدين الله الفاطمي، ثم الآن طورنا شارع الدرب الأحمر وعلى مشارف تطوير منطقة الجمالية، كل شارع من دول هو جولة سياحية كاملة متكاملة مستقلة. الله. صحراء المماليك، الدرب الأحمر، منطقة الجمالية، منطقة تحت الربع، طبعا شارع المعز لدين الله الفاطمي، القاهرة الخديوية نفسها، مسارات تاريخية كل مسار منهم عايز يوم واثنين وثلاثة. بيزود لي الليالي زي ما احنا السياحية. كمان عاوزين يا استاذ حسين يوم واثنين وثلاثة وعشرة عشان نحكي يعني حكاوي تاريخنا العظيم اللي بنتشرف فيه دايما، واكيد حضرتك هيكون معانا فقرات تانية كتير نكمل فيها باقي حكاوي التاريخ. وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي حسام زيدان الباحث في شؤون الاثار الاسلامية، نورتني وبشكر حضرتك شكرا جزيلا.